يا باي مسكاك يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ايش ناوي تطلع بس تكبر يا ولد؟ مندي ولا مقلوبه؟ هم بيفطروا كده كل يوم، بياكلوا لحمه كل يوم، بسم الله عليهم. أوه الله اكبر ماما. الله اكبر. الله اكبر. ويلكم تو بوسنيا. الله اكبر. اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا، وين ما كنتوا اهم شيء تكونوا جوعانين. رجعنا للحبايب يا اصدقاء، رجعنا للسفر عشان الحبايب. مين الحبايب؟ حبايب القلب هذول. الخروف المشوي، ورجعنا في أزكى أكل في العالم لسلسلتنا الخروف المشوي حول العالم، نشوف ثقافات الشعوب وإيش طرقهم الشعبية في عمل حبيب القلب الخروف المشوي. وخروف اليوم وحلقة اليوم واحد من الخواريف اللي مستنينها من زمان بعد كل اللف اللي لفناها حول العالم. يمكن هذا الخروف اللي بنعرفه كتير، الخروف اللي على السيخ، وليس أقل من أنه نعمل لكم حلقة الخروف المشوي على السيخ من وسط الثلج، من الموطن الأصلي للخروف المشوي على السيخ في جبال البوسنة والهرسك. كالعاده يا اصدقاء راح نحاول ناخذ الموضوع بكل تفاصيله ونبداه من الالف الى الياء، ونغطي كل فكره وثقافه الخروف المشوي هون في البوسنه، وخصوصا انه صراحه الخروف هون ابن حلال، هيك بسيط ومش معقد وقريب على القلب وقريب حتى من المجتمع. يعني فكره الخروف في البوسنه مش مضطر انت تروح تجيب الخروف من مكان مش عارف وين ولا مربيه في مزرعه، ناس اغلب الناس بتربي خرفانها في بيوتها. احنا هون في ضيافه سامز جروب وفي ضيافه صديقنا سام. سام عنده شركة مختصة في السياحة وترتيب الأشياء السياحية وبرضه بيع وشراء العقارات والأمور اللي زي هيك في البوسنة. أنا جاي هون عشان إيش؟ خروف. الخروف. فممكن تحكي لي أنت صار لك في البوسنة عايش فترة، فإيش بصير لما بدك خروف تأكله؟ شوف في الغالب هنا خلينا نقول أغلبية العظمى من الناس هنا بيربوا الخرفان بتاعتهم في البيت عشان يبقى عندهم زي اكتفاء ذاتي، وفي نفس الوقت يبقى عارفين هم متربي على إيه. إحنا دلوقتي هنروح ورا البيت هنا المزرعة عندي تشوف الخرفان وتنقي الخروف اللي يعجبك. يلا هيدا. يلا يلا بينا. ايش الكلمه حكيتها لحظه؟ هيدا 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 يا اخواننا، هيدا هيدا. حجي كاكوستي السلام عليكم برادر. دوبرا دوشلي وبوسنا. ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. برحب فينا بالبوسني. ثانك يو ثانك يو برادر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هاي هي الخرفان، احنا ورا البيت تلاقي هيك في نهايه البيت في عند لا هناك الخرفان. هاي هي روس الخرفان ما شاء الله الحلال تبع اهل البيت، وفي اي لحظه يلا تعال يا خروف اذبح وحط على السيخ. وهذا طبعا في الشتاء هم محطوطين هون عشان في الشتاء صح؟ لكن في الصيف بيبقى كل ده مراعي خضره بياكلوا فيه. حبيت انه مبداهم في تربيه الخرفان مبني على فكره المزرعه الفري رينج، اللي هو مش والله بتجيب خروف وبتخليه عندك شوي وبعدين بتذبح، ولا فكره التكاثر حتى موجوده. فبتلاقي الفحل تبعهم هياته هناك هيك معزول على جنب ابو قرون هداك، في وقت التكاثر برضه بوزعوهم، فبتلاقي عندك صار في خرفان صغيره وخرفان كبيره، يعني عايشين معهم، عايشين بالطريقه الطبيعيه فعلا فكره المزرعه. شوف الخروف الصغير اللي هناك يا اخي، والله انت زاكي يا باي مسكاك يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ايش ناوي تطلع بس تكبر يا ولد؟ مندي ولا مقلوبه ولا منسف؟ ايه وهذا سمع الوجبات خاف. لا بنمزح معك عن رجعك لامك والله. بسم الله ونختار خروفنا. والله الاسود ذات بلاك وان لوكس نايس. بلاك وان ذير. هاو اولد از ات؟ 2.5 months. شهرين ونص. اخترت الخروف الاسود هيك شكله هيك ابن حلال وكيوت. ولد 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 ولد. بسم الله بسم الله. طلع أزعر.
يا مجنون. هيدا حجي. شعب قوي وجبار والظروف اللي مر فيها هيك عملته شعب قوي. خرفانهم نفس الشيء. طبعا فصيلة الخرفان اللي هون هي فصيلة ما فيهاش لية، مش زي بعض الخرفان العربية اللي بتخزن كل الفات تبعها والدهن تبعها في اللية. هون الدهن بيكون منتشر في الجسم. ايش بتاكل الخرفان؟ عشب طبيعي. اكتر شيء بتاكل عشب طبيعي وشوي من الذرة عشان تعمل بالانس ما بين البروتين والالياف والفاتس في الخروف. هذا الخروف وزنه تقريبا فوق 30 كيلو على عمر شهرين ونص، ما شاء الله يعني احجام الخرفان كبيرة. اذا وزنه 30 بيجي وزنه الصافي تقريبا 15 كيلو. طبعا كشعب مسلم في البوسنة الذبح عندهم بيكون على الطريقة الإسلامية، فاللي راح يصير الحين شوفوا ما شاء الله كيف حتى فكرة الرحمة بالحيوان، كيف الحيوان راح يهدى. You can start brother. الله أكبر. ما شاء الله براذر، الله يعطيك العافية. بنقول ما شاء الله عليه، بطل بطل، ذبح الخروف وسلخه وخلص كل أموره في أقل من نص ساعة. طيب ناو في هذا اختراع جديد ما شفته قبل هيك، اللي هو الموزة تاعت الخروف. عارفين الموزة اللي في طرف الكتف؟ بيقطعوها، ما بخلوها تلف مع الخروف وبيقطعوها، وبس هي اللي بسكروا فيها البطن. يا أهل مصر عارفين إيش هاد صح؟ المنديل. غطينا في مصر الطرب اللي هو الاصبع الكفته اللي او الكباب اللي بينلف بغشاء المعده او غطاء المعده اللي بسموه المنديل. هذا هو المنديل. لما طلع المنديل راح علقه هون من الديل ولفوا حوالين الخروف. ايش قاعد بتسوي؟ قال هذه برضه طريقتهم في الشوي، انه بياخذوا المنديل وبلفوه حوالين الخروف نفسه عشان لما يكون قاعد بنشوي على الفحم برضه هذا المنديل راح يعطي دهن زياده وكريسبنس زياده وطعم زياده للخروف وهو بنشوي. تعالوا هون، حتى لو الدنيا برد تعالوا هون بتشوفوا التفاصيل. هاي الخشبه، this is the stick. ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، وربي بطل. شوف كيف شكله هيك اصلا بين الجبال وهو ماسك الخروف وقاعد بسلخ فيه وبيحكي معانا بسولف معنا ولا كانه في اشي. يا الله بسم الله. الحين يا اصدقاء نوصل لعمليه الشوي او عمليه الصبر، سموها اللي بدكم اياه. بدها صبر كثير هاي العمليه، انك انت شايف المنظر اللي قدامك وشام الريحه اللي قدامك وسامع حتى صوت النار وصوت الجلد وصوت الشوي، لكن بدك تضلك مستني 3-4 ساعات تقريبا. هذا خروف صغير، this is 3 hours maybe. Yeah, 3 hours perfect. 3 ساعات لانه خروف صغير. فبس زي ما انتم شايفين حطب ونار وخروف وتلج وجبال، والحياه حلوه يا اخواننا. انا 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 اعترض على هذا الموضوع، مش حضلني واقف 3 ساعات هون. صراحه الواحد ما اكلش ولا شيء، وللحين في حلقه البوسنه واول حلقه في البوسنه ما اكلناش ولا شيء، فلازم نترك الخروف في ايادي امين ان شاء الله مع صديقنا حاجي، حيلف عليه ويحمصه عبين ما احنا نروح نفطر. بس هيك نصبر حالنا ونقول ويلكم تو بوسنيا. باي باي. اي ليف ات وذ يو. ها اي ليف ات وذ يو. يو ار ا جود مان. ها يو ار ا جود مان. اي تراست يو. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ثانك يو براذر. يلا احنا الحين نروح نصبر حالنا بشغله.
الدنيا برا برد، قلنا ندفى شوي بالقهوة ونستنى خروفنا عبين ما يستوي. وبالمرة نعرفكم ونشرب معاكم القهوة البوسنية. القهوة البوسنية وعندهم هيك قهوة معينة خاصة فيهم. القهوة اللي عندهم تشبه القهوة التركية لكنها ما بتغليش. الحين احنا نحط السكر جوا الفنجان، ناخد الوجه تبع القهوة وننزله على السكر. هاي طقوس بوسنية في شرب القهوة، حب الأشياء هاي. والحين ننزل القهوة على مكعب السكر. صحتين وعافية. فيها في احساس القهوة التركية بس ما فيش بهارات، ما فيش هيل، ما فيش اي اشياء اضافية تانية على القهوة. يمكن هذا الاختلاف الرئيسي في الطعمة. لما بدك تفطر في البوسنة يا صاحبي عندك كتير خيارات، لكن احنا اليوم قاعدين بندور على التجربة الشعبية التقليدية تاعت اولاد البلد نفسهم. ايش ممكن بيفطروا؟ مبتسم لانه سمعوا المعلومة. بيفطروا لحوم مجففة في البوسنة. نعم الفطور الرسمي الشعبي التقليدي تبعهم هيك الساعة 7 الصبح بتصحى بتروح على الملحمة او بتفتح ثلاجتك بتكون جايب من الملحمة لحوم مجففة ومدخنة وبتقطعها وبتسمي بالله وبتاكل لحمه. وهي هي وجبه الفطور بالنسبه لهم، يعني باكلوها هيك ساده بحطوها في صحن خلص بلاتر، انت بتاخذ اللحمه تبعتك و بتاكلها هيك نقرش. طب احنا نفطر، احنا لسه ما اكلناش في حلقه اليوم. هاي حبه السجق، سجق بسموه سجق برضه بسموه هون. انا عندي ملاحظه سريعه بس، في اغلب دول اوروبا بتحاول تاكل الاشياء المنشفه والمدخنه عندهم للاسف اغلبها بيعملوها من الخنزير. ايطاليا برضه كتير شاطرين في هاي الحركه، في جورجيا برضه بتلاقيهم كتير شاطرين في هاي الحركه، لكن اغلب المنتجات اللي عندهم المدخنه او المنشفه من الخنزير. هون دوله اسلاميه فراح تلاقي كل الاشياء من اللحوم البقريه. لحمة وفات بس، لحمة مدخنة ودهنة محفوظين في بعض، ما فيش أتوقع بهارات. أنا عيني على هاي صراحة. الله أكبر، الله أكبر بذر. عدنا إلى الله واحد، عدنا إلى العريس تبعنا. مرت تقريبا 3 ساعات مش عارف شو الواحد يحكي لأنه في ريحة هي اللي بتتكلم. حلو زي ما شفنا النار بتبدأ عالية ومع سكون النار شوي شوي برضو النار بتضلها تخف، فهذا هو اللي بيساعد الخروف على أنه يستوي وبرضو بيساعده على أنه الجلد تاعته تتحمص. نقول بسم الله، احنا نقول بسم الله. لا لحظه، ممكن استاذنكم بشغله؟ ممكن هيك من على طول من البتاع على طول. أوكي. يعني احنا ايش بدنا نسوي الحين من هون؟ صح هيك ناخذ لنا قطعه هيك متحمصه من هون. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ويلكم تو بوسنيا. الله اكبر. اسمعوا، شد الكتف باصبعين باصبعين، مسك الكتف هيك وطلع معاه. بسم الله ما شاء الله. اسمع خذ هاي العصاية عني شوي، بس ناخذ شوي من الجلد المتحمص قاعد يا الله يا الله. والله العظيم انه دفيت قبل ما اكل، دفيت من حرارة اللحظة. يا الله بسم الله. بوسنا هرزيغونيا. بوسنا هرزيغونيا ما شاء الله ما شاء الله. هو 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 هو. لا هاي الجلد لحالها حكاية. شوف المنظر اللي ورانا والأجواء اللي احنا فيها. ويلكم تو بوسنيا. كايرو، اتشرف باني اقول لك انه في خروف جديد نازل يسفح في معركه اذكى خرفان في العالم. اسمع استنى قبل ما تاكل، بتذكر كل الخرفان اللي اكلناها في الاماكن المختلفه في كوكب الارض؟
خد لك واحد في جبل البوسنة يا صاحبي، خد لك واحد في وسط هالتلج. يا الله شو بحب هاللحظة، يا الله شو بحب هاللحظة. طب والله شكرا لكم كمان مرة. احنا اليوم عشانا في ضيافة عائلة سامز جروب. يلا بسم الله. بسم الله بلودس. يلا الموضوع هيك بيمشي صح؟ شوف احنا نحب نخش بالخمسة. ايوة مبدأ السموكينج، الخروف هذا اللي بيكون مش مدفون في الأرض، الخروف اللي برا في الهواء. مبدأ السموكينج والتدخين فيه موجود، بيكون لأنه فيه مش بس حرارة، فيه كمان دخنة، وخصوصا لما تسوي حطب، في دخنة حطب ودخنة الحطب إلها ريحة كتير حلوة في الشوي. يعطيكم العافية. Thank you very much. شكرا لكم. وعارف الشاعر بقول لك خروف واحد لا يكفي. شفنا في الجزء الأول من الحلقة الخروف البوسني المشوي الجدع أبو عيون جريئة بطريقة أهل البوسنة، الخروف اللي بلم الحبايب، بلم العيلة، اللي باكلوا الناس في بيوتهم، في قعداتهم، في سهراتهم الحلوة. وهذا هو، وهذه هي ثقافة أكل الخروف في البوسنة. هذا الحلو اللي في الموضوع، خروف مش معقد، مش إشي كتير صعب إنه ينعمل، بلم الناس، باكلوه كل يوم، هاي هي الحياة السعيدة. ولكن زي ما حكينا خروف واحد لا يكفي، وكان لازم ان نيجي على المنطقة اللي فيها كتير خرفان، منطقة جبلية فيها مراعي كتير، فيها طبيعة كتير حلوة، فبالتالي الخرفان السعيدة هنا بتعيش مرتاحة، فبالتالي مطاعم كتير فتحت في مناظر كتير حلوة عشان تعمل وتختص بالخروف. والحلو في الموضوع الحين هو كيف طريق طلب اللحمة. يلا ننطلق من وين المدخل، ولا ادخل على الخروف زي هيك، انط من هون، في مدخل من هون. تعال تعال معي، تعال معي، تعال معي. الواحد بيختار قديش بده بالكيلو، بيختار القطعة اللي هو بده إياها. Can I take from the back 1 كيلو. يلا 1 كيلو. هيا أصدقاء طريقتهم في عمل البطاطا، الفكرة إنه في نار من تحت وصينية البطاطا بتيجي فوقيها، وبعدين في هيك عازل أو يعني طبقة معدنية بحط عليها الفحم من فوق. الخروف الأول كان خروف الاستكشاف، خروف التعرف عليه ويتعرف علينا، خروف الضرب بالخمسة، هذا خروف المزاج، خروف الاستجمام، خروف اللحظات السعيدة. ولو تشوفوا المكان ما شاء الله ما أجمل وما أجمل وما أجمل، واللهم صلي على النبي، طبيعة بتجنن وراء هاي الحيطان، الدنيا كتير برد والدنيا ليل مش قادرين نقعد برا، لكن اجينا على المكان الصبح كلمنا حبة عن الأجواء. والله أجواء 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 أجواء، صراحة أجواء، لا كثير أجواء. في اجواء اكثر من هيك؟ طلع المنظر، يا ساتر يا رب. رائع 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 رائع. والحين نيجي في الخروف اللي قدامنا. طب اقول لكم شغله، بدي اجرب البطاطا، خذوني على قد عقلي، وبدي اجرب البطاطا قبل الخروف، لانه طريقه عمل البطاطا اصلا شفتوها كيف، هذا اللي ماخذ من دهنه الخروف وبعدين محطوطه في النار اللي تحت ونار فوق وفحم وحطب والدنيا كلها زي الفل. شوفوا في بطاطا متحمصه كمان من جهاته. إذا البطاطا هيك اللحمة كيف؟ يلا بسم الله بسم الله. وشوفوا التقطيع الرهيب والبرزنتيشن الحلو، فإنه يحط لك أخ 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 هاي القطعة من الظهر، يحط لك الجلدة فوق. ليش؟ عشان الجلدة هي تتحول للخبزة تبعتك. والله أكبر. ناخد شوية دهنة من هون. لا لا لا، هاي اللقمة بترجعنا للأسادو، هاي اللقمة بترجعنا للأرجنتين يا كاير، وربي بترجعنا للأرجنتين. طلع لحمة ملفوفة بدهنة الخروف المتحمص. وانا بطلب كنت بسأل حالي يا ولد ليه تحمست كتير،
وتهورت وطلبت كيلو. شعوري الداخلي في الخرفان ما بخيبني، ما تطلب أقل من كيلو. جاي لحالك، جاي مع عيلتك، جاي مع أصحابك، جاي مع نفسك، جاي مع أي حدا من المجتمع، تيجي هون وبتطلب كيلو، ما تطلب أقل. كارو دق لي هالقطع، سندوشت لحمة بالدهنة والجلدة. واستمر الوصول في هذا البرنامج في هاي اللحظات السعيدة، الواحد والله مش عارف ايش يقول غير شكرا لكم، شكرا عشان عندنا فرصة في هذا البرنامج ان نلف وناكل أزكى اشي موجود في الدنيا، أزكى اكل في العالم عن جد. كل لقمة بدنا نحط فيها جلدة، بحترم جدا هاي الطريقة، كل لقمة يطلع لك هيك محاوطة بجلدة محمصة. اللقمة اللي بتحتار فيها احط عليها بطاطا وزلطها على طول، بسم الله الرحمن الرحيم على طول. اما هاي اللقمة يا اخواننا فهي جلدة ولحمة وبطاطا، وهون احنا بنصير بنلعب في ملعب رهيب. تصدقوا شغلة، البطاطا هاي عاملة فرق كبير، عاملة كتير فرق كبير، لانه اللحمة رهيبة والجلدة رهيبة وفي طعم رهيبة وخروف نظيف ونقي وكل الدنيا زي الفل. لكن لما اجت البطاطا بنكتها في الموضوع في نفس اللقمة، ملعب تاني، ملعب قوي جدا 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 في خواريفنا المشوية اللي شفناها. هذا زاكي، سمعت عن خروف البوسنة كتير، هينا قاعدين ناكل فيه. يس ابروفد. لحظات عاطفية، مش عارف اختم الحلقة ولا ما اختمش الحلقة، بس مش هين اختم علي الحلقة بحلويات عشان هي هاي الحلويات، وبرضو مش هين علي اني ما اختم الحلقة بحلويات لانه تستاهلوا كل خير يا اخواننا والله. نختم بحلويات خلص عشان خاطر كايرو، نختم بحلويات اللي بعده. كلوا خروف البوسنة كويس، كلوا كلوا زاكي. خروف سكر يا اخواننا الواحد اكل، ايش الجلد هاي، ايش التحميص هذا، ايش الطراوي اللي جواه، ايش الطعمه كمان اللي جواه، طعمه طعمه طعمه. هاي واحده من اهم الاشياء اللي بننساها، بندور على الطراوي وبندور على التحميص وبننسى انه في طعمه للخروف بدون بهارات بدون اي شيء الواحد لازم يحسها. خلص شيلوا عقلي وشيلوا راسي من الخروف ونرجع نركز في الحلويات، وقدامنا شغلتين من الحلويات، واحده فيهم البقلاوه. يس بتسألهم في البوسنة إيش حلوياتكم التقليدية، بقول لك بناكل بقلاوة، لكن لما تشوف البقلاوة شوي شوي مختلفة هيك، يمكن طريقة عملها تكوينتها شوي مختلفة. الحين عندهم هاي الشغلة الثانية هي أبل باي، عارفين الأبل باي، لكن لا هاي الطريقة البوسنية تبعتها. فطيرة التفاح بس عليها كمية سكر كتير كبيرة لأنه من برا ومن جوا، يعني الخلطة اللي جوا فيها حلاوة التفاح والسكر ومن برا مغرقة بالسكر كأنها بقلاوة أو كأنها كنافة. وما خلصتش حلقات البوسنة، أكيد الحلقة الجاية إن شاء الله راح تكون عن الأكل البوسني الشعبي التقليدي، بعيد شوي عن حبيب القلب الخروف، ولو أنه الواحد ما نفسوش يبعد عنه. والله يلا أصدقائنا. أنا بردان بس دفيان من حبي للإشي اللي أكلته قبل شوي. تصبحوا على خير، خلصت حلقة اليوم، نشوفكم في حلقة جديدة، مكان جديد، خروف جديد وأكل جديد. السلام عليكم. يا اخواننا بهاي بدل السمنة، بدل السمنة في البوسنة ايش بيستخدموا؟ قطع متلجة من الفات بقصوها وبحطوها في الطبخ تبعهم، فهاي هي السمنة تبعتهم.